بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دايما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لتعلن انطلاقتي وحضور شوطنا الثاني عشر للإبكار المهجنات الأصايل لنحضر مع حضور هذه الشعارات ومع تواجد هذه الأسماء المتواجدة في هذا المهرجان مهرجان جائزة زايد الكبرى. نرحب بكل الحاضرين، نرحب بكل المتواجدين، ننطلق مع البداية في هذه اللحظات، ننطلق مع الصدارة لنتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام مع أول المراكز أول التحديات. ابتهاج الحاضرة في هذه اللحظات يقدمها حمدان بن محمد بن مصلح الأحبابي على أول المراكز. المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات من الذيب مبارك بن سيف بن ساري الاكتبي مع ثاني المراكز. المركز الثالث الحضور في هذه الأثناء من راية لغانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري. ورابع المراكز رابع التحديات الحضور من الحذرة مسلب بن حمد بن متعب بن محمد العامري يقدمها على رابع المراكز. المركز الخامس أتابع الظبي القادمة في هذه اللحظات يقدم لنا الظبي سيف بن خليفة بن راشد المهري هو الحاضر مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور في هذه الأثناء والقدوم من هذا الشعار من شعار الشهامة سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد الخاطري هو الحاضر في هذه اللحظات. المركز السابع القدوم من الذيبة بشعار محمد بن مبارك بن محمد الغفلي هو القادم وهو الحاضر في هذه اللحظات. أوصلت الصايلة أحضرت الصايلة بشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي يقدم لنا الصايلة الحاضرة في هذه اللحظات يقدمها بهذا الحضور بهذا الانطلاق الكبير. بينما ايضا القدوم مشاهدينا الكرام شعار بن كداس الحاضر في هذه اللحظات من الجانب الايمن بهذا الحضور. كما اذكر وانوه صاحبة المركز الثالث في الشوط الماضي اللي شويه لسالم بن عبد الله الاكتبي تهانينا له وتهانينا ايضا لجميع الاخوان الفائزين في هذا الصباح. نتابع مجريات هذا الشوط القادمة في هذه اللحظات الحاضرة هنا وتابع مشاهدين الكرام الحضور والقدوم في هذه اللحظات من ميزة سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي هو القادم هو الحاضر بهذا الحضور الكبير بهذا التواجد مع هذه الاسماء. وتابع شغف الحاضر بشعار احمد بن حمد بن مبارك الشامسي من يقدم لنا شعاره. وصل المجازف في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن زيتون المهري يقدم لنا حايل حايل يا حايل هي الحاضرة في هذه اللحظات القادمة بكل قوة. ولكن العودة مباشرة الى مقدمة الشوط الى اول المراكز الى اول التحديات العودة الى من تتصدر في هذه اللحظات الحذرة القادمة على المركز الاول الحاضرة في هذا الصباح لتتقدم باحثة عن الفوز وباحثة عن الناموس وعن الانتصار مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري. بينما المركز الثاني والحضور في هذه الاثناء لتتقدم عادية القادمة بشعار خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الله الرميثي من يقدم لنا شعاره
من يقدم لنا انطلاقة عبية وحضورها، بينما أتابع القادمة الصايلة الصايلة والشعار القرشي الحاضر. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، يا للقاية يا للقاية، ما زالت الحذرة وما زالت الصايلة، وأيضا القادمة أيضا الحاضرة، بشارة بشارة محمد بن راشد بن حصيان المنصوري أول حضور، وحايل أيضا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الأمير، يا سلام. ولكن بشارة والصايلة، الصايلة وبشارة في آخر الأمتار، في آخر الأمتار، في آخر الأمتار الخطيرة المثيرة الكبيرة. الله يا بشارة بشارة بشارة، انطلقت نحو الفوز نحو الانتصار. محمد بن راشد بن حصيان المنصوري، ابدعت وامتعت يا بن حصيان، يا بن حصيان في اخر الامتار. الله الله على هذا الانطلاق مع بشارة، مع بشارة ايضا حايل قادمة، ايضا القادمة حايل بشعار المجازف والقدوم والحضور من هذا الشعار الحاضر ايضا في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، حايل القادمة في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، الزعيم مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، وبشارة بشارة بشارة، ولكن سلام سلام لبشارة، سلام لمحمد بن راشد بن عصيان المنصوري على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز في صباح هذا اليوم مع شعاره الكبير والمميز. المركز الثاني الزعيمة أوصلت في آخر الأمتار بشعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، والمركز الثالث الطيارة لمحمد بن راشد بن حمد الدرعي، والمركز الرابع كان الحضور من حايل لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس كان الحضور من الشاهينية أحمد بن شجاع بن علي آل فهيدة، من قدم لنا شعار تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الكبير. بشارة بشعار محمد بن راشد بن عصيان المنصوري. نتابع لحظات وصولها والتوقيت الزمن لحظة الوصول 7 دقائق 29 ثانية وجزء واحد من الثانية. تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الزعيمة بشعار ايضا مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، توقيتها 7 دقائق 29 ثانية وجزء واحد من الثانية. المركز الثالث كان الحضور والتواجد ايضا من اللي هي الطيارة لمحمد بن راشد بن حمد الدرعي، قدم اداء مميز واداء كبير 7 دقائق 29 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع اخوان الفائزين.